والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. السلام عليكم، صبحكم الله بالخير جميعا. بالنسبة لقصة سورة الشمس، في المرحلة الجامعية كنت يعني قد مريت بضائقة جدا وهم كبير جدا، عقبة في حياتي يعني، وأصبحت هذه الضائقة يعني أشغلت تفكيري يعني جدا، لدرجة أني تركت التحفيظ، كنت معلم مسجدي، خلاص يعني صرت أتذكر أصحى من النوم جل تفكيري في هذا الموضوع. فحتى أهلي والد والوالدة لاحظوا علي هذا الشيء، شيء يعني ما استطيع ان اقوله. الشاهد من الكلام، لمدة 3 أسابيع وانا اعرف الشيء هذا ما ينحل مثلا باي قرار من اي بشر، لابد تفرج من الله سبحانه وتعالى، غير كذا يعني ليس لها من دون الله كاشفة. وصلت لمرحلة انا سميتها مرحلة الانكسار، خلاص يعني ما لك الا انك انت تتوجه لرب العالمين. حاولت مع البشر الاخذ بالاسباب من هنا، ما في يعني هم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبكم الهموم يا رب العالمين. الشاهد، ويكمل شهر والموضوع ما له أي حل. سبحان الله، صلاة المغرب يعني كنت أخرج من البيت، يعني لحظة الانكسار هذه، مرحلة الانكسار تبان على وجهي يعني وعلى ملامحي وعلى مشيتي. دخلت صلاة المغرب في مسجد، كان ولد صغير ما شاء الله تبارك الله، شكله من شباب التحفيظ كذا يصلي، كان صوته جميل جدا جدا جدا. كبرت مع الناس، والله ما أدري بعض الصلوات أصليها ما أدري شي يقرأ الإمام، لكن هذه الصلاة سبحان الله غيرت يعني كل المنطلقات والهموم اللي عندي، صارت كلها إيجابية صراحة. جذبني الصوت، يعني صغر السن كده وحلاوة الصوت، أعطت القرآن جمال. وزينوا أصواتكم بالقرآن فإن الصوت حسنا يزيد القرآن حسنا. الشاهد قرأ، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والسماء وما بناها. أنا لما قرأ والسماء وما بناها ومدها، والله يا جماعة شعرت إنه كان الله يقول لي شوف السماء طول فوق أكبر ولا همك أكبر طول. والله العظيم يا جماعة كأني أول مرة أسمع هذه الآية، يعني طاقة إيجابية خلتني يعني حق الشهر هذا في هذه الصلاة تغيرت كثير من المفاهيم، أصبحت يعني كأني أقول يعني حتى وصلت درجة استصغر همي، والله ولا شيء، حتى يعني بدأت أعد يعني قراءة الآيات بهذا النفس، عدتها من الأول، ولقنا صلاة والشمس وضحاها، شوف الشمس تحركها مرة في الضحى مرة في البداية في نهاية النهار، والقمر إذا جاء بعدها تحرك، تخيلت الهم هذا حيتحرك وحيروح. يعني القرآن، والله القرآن، والله يا جماعة الشاهد من الكلام، القراءة بهذا النفس ترى تعطيك آيات إيجابية، يعني تعطيك طاقة إيجابية، والآيات بدل ما تكون إنها آيات يعني في سياق تجعلك تتدبر وسبحان الله تعيش معها أجواء ثانية، ما تخرج عن سياق وتفسير الآية، هذا القرآن. المهم فتحت مصحف وكنت أقرأ في وردي، خلاص جاني شعور إنه القرآن طاقة إيجابية يعني يزرع فينا الفعل. المهم وصلت لآيات فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، بهذا النفس بهذه القراءة، بالقراءة اللي فيها تدبر. طيب إيش بعد الغفران يا ربي؟ يرسل السماء عليكم مدرارا، ما للمطر، السماء بركات السماء الألطاف الخيرات، حتى حل مشكلتك ينزل من السماء بأمر من الله سبحانه وتعالى، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم الآيات. شاهد من الكلام، بين المغرب والعشاء تنفيذ، خلاص سمعت أمر أو قرأت أمر من القرآن نفذ. استغفار استغفر الله تعالى، وانت في يقين انه هذا يعني الاستغفار سيكون له اثر، لان الله قال مشكلة لها شهر
ما كان لها أحد يقدر يحلها إلا الله سبحانه وتعالى. بتنفيذ أمر قرآني من الله سبحانه وتعالى استجاب الله سبحانه وتعالى لعبد إنسان عنده من المعاصي ما عنده خلال فترة بين المغرب والعشاء سفار تحت المشكلة بعد صلاة العشاء مباشرة. كيف؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. والله يا جماعة هذا القرآن ما أنزل الله عشان بس كده يعني حسنات، لا لا، يعمل به. وشوف حياتك كلها اللي مع القرآن ما يخاف في النهاية. يعني الفائدة من القصة هذه اللي مع القرآن يتدبر ويعمل والله ما يخاف. أهم شيء خذ أوامر القرآن نفذها، يعني حتعيش حياة ثانية.